عسلامة، مرحبا بيكم. أنا اليوم باش نحضر طبيق بوغاج على الفطور الصباح. حضرت كيلو قمح، هذايا قمح تعب، وباش نحط عليه القمح الطي البرغل، برغل جيد باش نخلطه مع القمح ونهزهم للطاحونة باش نرحيهم. العجينة متاع البوغاجة باش نحط لها 150 غرام فارينة، مغرفة متاع قهوة ملح، 300 غرام سكر، وكيلو تمر والا دقلة اللي عندنا موجود في الدار، وباش نبسسها بزيت الزيتونة ونعجنها بالماء. والبوغاجة راهو ما يبنينها كان عود القرنفل، هذا عود قرنفل رحيتو، باش نحط منه مغرفة متاع قهوة في العجنين. وتوا باش ناخذ اكل القمح، وباش نحط عليه البرغل، نخلطهم. أنا كمان خلطتهم، وباش نهزهم للطاحونة باش نرحيهم، ونفصص هكا التمر ونقصها جويدة. وراو القمح والبرغل ما يترحاوش في الرحام تاع الفاح، لازمنا نهزوهم للطاحونة باش يترحاو. القمح والبرغل رحيتهم، التمر نحيت لها قلوبها وقصيتها تريفات صغار، انا قصيتها هكايا تريفات صغار، واذا كان تحبوا اكبر النجم، واللي يحب يرحيها زيد ينجم يرحيها، اما انا نخير هكايا نقصوها جويده كما توا انا قصيتها. وحضرت طبق اللي باش نطيب فيه، فشت فيه البابي كويسون، وتوا باش نبدا نحضر العجينه نتاع البوغاجه. باش ناخذ شويه زيت باش نحطو على التمر اللي قصيتها، نخلطها. هاني كمان تخلطتها، نحطو لها الزيت باش ما تلصقلناش في بعضها. توا باش نبدا نحضر العجينه نتاع البوغاجه. عندي الفارينه نحطها على القمح والبرغل، باش ناخذ مغرفة ملح، مغرفة متاع قهوة هكايا، عندنا السكر الملحي، باش نحط مغرفة عود قرنفل ملحي، راهو عود القرنفل الملحي هو اللي باش يفوحها البوغاجة، ونخلط. بعد ما كملت خلطته، توا الخليط هذايا باش نبسو بالزيت، نخلط. واذا كان شويه بعد نزيد، لازمنا نبسوها بالقدا بالزيت. مازالت ناقصة زيت باش نزيد، كما تبسستها بالزيت كي نبسوها كيما توا هكايا حتى تطلع منا كلها، تبدا هكايا مبسة. الخليط هذايا الكيلو ونص ما بين قمح وبرغل حطيتلو 900 مليلتر زيت، زيت زيتونة الليترة نظلي منها شوية. توا باش نحط هكا التمر اللي قسيتها، نخلطها. هاني كما تخلطتها، توا باش نعجنها بالماء. نخلطها هكايا، والنجم زيدا نخلطو حتى بيدينا، اما هكايا راهو حتى بالمغرفة تتخلط بالقدا. نزيدها شوية خرماء، مازالت تزيد تشرب. هاني كما تخلطتها،
شوفوا كيفاش عجينتها تجي هكايا، تبدا مبسه بالقدا ومعجونه بالقدا. توا باش نغطيها ونخليها على الاقل 4 سوايع ولا حتى اكثر، ونجموا نبيتوها حتى ليله كامله ترتاح. وبعد نطيبوها البوغاجة ارتاحت 4 سوايع، وتوا باش نحطها في الطبق. شوفوا كيفاش كي ارتاحت، تكون هكايا عجينتها. بعد ما ترتاح وقت اللي نمسوها تكون هكا طرية. توا هذيا معجونة بالقدا وطرية، وإذا كان لقيناها شايحة نجمو نزيدوها الماء. هذيا باهي، والماء اللي حطيته فيها زادا جا قد حطيت لها إيترا و 200 مليلتر ماء و 900 مليلتر زيت. زدت هاني خلطتها شوية بيدي، وتوا باش نحطها في التبيق اللي باش يدخل الفور. هاني كمان حطيتها في الطبق، وتوا باش نطرحها على الطبق هكايا. هاني كمان حطيتها في الطبق، وكي نحطوها نرصوها بالقدا هكايا، ننزلوا عليها. وتوا باش نبرجها، نبرجوها كيما نحبوا، كيما نبرجوا خبز العبيدية. البوغاجة هاني كمان برشتها، وتوا باش نخليها تزيد ترتاح ساعة. البوغاجة ارتاحت، هاني شعلت الفور سخنته، وتوا باش نحطها تطيب في فور سخون درجة الحرارة 180. البوغاجة طابت، وهاني توا خرجتها من الفور، قعدت ساعة كاملة باش طابت، وراو ما تتقصش وهي سخونة تتفتفت. توا باش نستناها تبرد، وبعد باش نقصها. وان شاء الله عجبتكم الريسيت، وبسلامة وشاهية طيبة، وما تنسوش باش تشتركوا في القناة.